تسجيل 70 مخالفة منذ بدء التظاهرات الداعمة لفلسطين. نصف مليون شخص منذ أكثر من 10 سنوات لم يطالبوا بالجنسية. تراجع معدل التضخم في النمسا مع استمرار غلاء الأسعار. النمسا تمدد مراقبة حدودها لمواجهة الإرهاب وتهريب البشر. الرئيس النمساوي يتعرض للعض من كلب نظيرته المولدوفية. ووفاة شابة بعد إجراء عملية نفخ الشفاه بالأسود. أهلا بكم من النمسا ميديا لهذا اليوم لأنقل لكم نشرة الأخبار وإلى التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل نحو 70 حادثا جنائي منذ 7 أكتوبر خلال التظاهرات الداعمة لفلسطين في النمسا، وسجل منها 50 اتهاما يتعلق بشعار من النهر إلى البحر وفلسطين ستكون حرة، معتبرة بأن ذلك يلغي حق إسرائيل في الوجود. وتم منع 13 تجمعا وتسجيل 400 إشعار إداري و10 حالات اعتقال. وأكد وزير الداخلية كارنر عدم التسامح مع التطرف، مشيرا إلى أن تدابير الأمن تتخذ بالتنسيق مع الجالية اليهودية، فيما أشار رئيس الجالية إلى زيادة بنسبة 385% في الحوادث ضدهم. قال جيرد فالشرز الخبير في سياسة الجنسية بجامعة فيينا أن هناك حوالي 500,000 شخص بالنمسا منذ 10 سنوات لم يقدموا طلبا للحصول على الجنسية. وأشار فالشرز إلى فترة الانتظار خلال العقد الماضي والتي شكلت نصف حالات الحصول على الجنسية مع 30,000 شخص، وأكد أن العقبات مثل الدخل الشهري والمهارات اللغوية واختبارات المعرفة تعيق الاندماج، داعية لتقليص فترة الانتظار ل4 أو 5 سنوات. جاء ذلك على خلفية ورقة العمل التي قدمتها حاكمة النمسا السفلى، طالبت فيها بتمديد الفترة حتى 10 سنوات. تراجع مستوى التضخم بنسبة 5.4% خلال شهر أكتوبر بأقل نسبة منذ العام الماضي 2022، والذي تأثر بسبب أسعار الفنادق والمطاعم والكهرباء. وتبقى النمسا في المرتبة الأولى في غرب أوروبا في ارتفاع الأسعار منذ بداية تفاقم التضخم في منتصف 2021، ويعود التراجع جزئيا بسبب أسعار الوقود وتباطؤ أسعار الأغذية والأثاث، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 10.3% والمطاعم والفنادق بنسبة 11%. ويتوقع استمرار هذا الوضع حسب تقديرات معهد مومنتوم والمفوضية الأوروبية. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن تمديد فترة مراقبة الحدود مع جمهورية التشيك لمدة 20 يوما إضافية، وذلك بسبب المخاوف الأمنية ومكافحة تهريب البشر. وبدأت المراقبة من منتصف أكتوبر، حيث أكد وزير الداخلية جيرارد كارنر أن هذه المراقبة ليست فقط لمكافحة تهريب البشر، بل أصبحت جزءا مهما من مكافحة الإرهاب في الوضع الحالي. وتتضمن المراقبة والتحقق حدود التشيكي وسلوفاكيا وهنغاريا وسلوفينيا، وأكدت الوزارة أنه يتم تنفيذ التحقيق على جميع الحدود حاليا. انتهى اجتماع رئيسة مولدوفيا مايا ساندو مع الرئيس النمساوي ألكسندر فاندربيلن بحادث غريب، حيث هاجم كلب ساندو الضيف وعض يده. وأظهر مقطع فيديو من قناة تي في آر الحادث، وقدمت ساندو اعتذارا للرئيس النمساوي مشيرة إلى خوف الكلب من الحشود. وأعلن فاندربيلن أن مولدوفيا هي جزء لا يتجزأ من القارة الأوروبية، مؤكدا رغبة بلاده في دعم مسيرة انضمامها للاتحاد الأوروبي. وصرح الرئيس أن هذه الزيارة التضامنية تأتي في سياق توصية المفوضية الأوروبية ببدء مفاوضات انضمام مولدوفيا إلى الاتحاد. توفيت نمساوية بعمر 28 عاما بعد 14 يوما من إجرائها لعملية نفخ شفتيها في فيينا على يد مختصة وهمية وجدتها على انستغرام،
بتكلفة 180 يورو. وجريت العملية في 6 أكتوبر بمساعدة امرأة تدعي أنها طبيبة ثم اختفت، وبعد ذلك عانت الضحية من صداع شديد وطلبت المساعدة دون فائدة وتلقت فقط علاجا مهدئا لصداعها، وبعد دخولها للمشفى بيومين توفيت دون معرفة السبب الفعلي للوفاة، حيث يتهم الزوج المستشفى بالتقصير ويطالبهم بالتعويض، وقد برر المستشفى وجود ردة فعل مناعي نادر للمادة المحقونة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة أيضا، وإلى اللقاء.